تزداد أعدادهم كل يوم، ومعها المعاناة أيضاً، هاربون من القذائف والرصاص إلى مصير أكثر قسوة ربما من أماكن سكنهم الأصلي. النازحون وبحسب الأمم المتحدة والذين يبلغ عددهم نحو 3 ملايين يعيشون ظروفاً قاسية. يتوزع معظمهم في مخيمات، فيما يستخدم الآلاف منهم المدارس كأماكن للإيواء، وآخرون مشردون دون مأوى في كثير من المناطق. فعند اشتداد المعارك في مكان جغرافي بالجمهورية واتساع دائرتها، تتضاعف أعداد النازحين الهاربين من تلك المناطق. وهذا ما عبرت عنه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي أعربت عن قلقها إزاء محنة آلاف المدنيين الفارين أو المحاصرين في مديرية المخا جراء استمرار العمليات العسكرية المكثفة. المفوضية قالت أيضاً إن العمليات العسكرية تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، وهناك أكثر من 30,000 مواطن تمكنوا من الفرار من المخا، فيما لا تزال أعداد من الأسر محاصرة لا تستطيع الخروج والنجاة بحياتها. مخاطرة كبيرة يعيشها اليمنيون سواء في النزوح أو البقاء في أماكن المواجهات، وفيما يفضل بعضهم البقاء ينجح آخرون بالهرب ولو إلى مصير مجهول.